بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هندخل بشكل مباشر في النقطة الثانية، إزاي نبتدي نجت الإلمنتس بتاعتنا أو إزاي نبتدي ننادي على العناصر مقاما علشان نبتدي نعمل لها عملية التشينج أو نسند لها قيم جديدة أو نعرض المحتوى بتاعها تمهيد. يعني عندنا طرق مختلفة نقدر من خلالها نوصل للعناصر. في حلقة اليوم هنتكلم عن أول طريقة اسمها Get Element by ID. والحقيقة يا جماعة أنا عندي في الكونتنت بتاعي ده أنا عندي شغل ID عنصر واحد بس، واخد ID اللي هو H1، واخد ID اسمه Heading. انا على نفس الصفحه بتاعتي لو انا دخلت جوه الكونسول وكتبت دوكيومنت ودوت، انا طبعا جيت اليمنت انا عندي نقط مختلفه. النقطه اللي انا عايزها هي بتكون جيت اليمنت باي اي دي بنفس الاليه بالظبط، حرف الجي سمول، اليمنت حرف الاي كابيتال، باي حرف البي كابيتال، اي دي حرف الاي كابيتال بنفس التسميه. لو انا فتحته قفلت طبعا لان دي تعتبر ميثود، فتحته قفلت البرنتسيس تبع ايه وحطيت السيمي كولن، وجوه البرنتسيس هبتدي اكتب الاي دي اللي انا عايز اجيت الاليمنت بتاعه. ها يعني انت بص انت بتاكسس على الدوكيومنت، يعني عايز تدخل على الوثيقه الكبيره. جميل، الوثيقه الكبيره جيت ريدي دلوقتي جاهزه. ها عايز منها ايه؟ عايز جيت اليمنت باي اي دي، عايز تنادي على عنصر معين لي اي دي معين جوه الدوكيومنت. طيب اوكي، الاي دي عبارة عن ايه؟ مثلا لو انت انا كنت كاتب الاي دي بتاعي كان اسمه هيدنج، لو انا عملت هات انتر هيقول لي اه والله ديت نص الاتش 1 هو الاي دي اللي اسمه هيدنج، حتى لو انت وجدت عليها هيبتدي يحدد لك العنصر بتاعك. دي بتعتبر اول ميثود من ضمن الميثودز الكتيرة اللي تقدر من خلالها توصل للاليمنت بتاع اتش تي ام ال بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.